أخبار اليوم. شرف كتير كبير لإلي إني أتواجد معكم اليوم، فرح عظيم إني غني بمصر. أشكر الله على إنه أعطاني الفرصة إنه أني أغني أشكر مدام حلوة كتلان المؤسسة الإنسانية العظيمة يلي عم بيحاولوا إنه يعطوها كل الأبعاد الإنسانية متوفرة. بشكركم على الثقة اللي عم بحطوها فيي، على الإمكانيات الكبيرة اللي حطوها بتصرفي. هالحفلة هي ما عم تخليني نعمل الليل، لأنه هالقد أنا بحبكم إنه من نص قلبي بتمنى بسأل ربنا وبصلي كل يوم وبفجر كل يوم وعم أقدم الفجر إنها تكون حقيقة عرس بكل أبعاد الكلمة.